اسطى اشرف عمار. من شبراهور ومن احدى ورش تصنيع المقطورات والالات الزراعيه، نشاهد السلام عليكم. حضرتك المقطورة بتعمل الهيكل بتاعها الأول اللي احنا شايفينه ده؟ يعني ده الهيكل بتاع المقطورة، وبعدين تقوم معدول زي هنا كده. دي صيانة استكمالها. لا دي صيانة. لا بس بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي صيانة يعني. شغل آخر يعني على أعلى مستوى. دي صيانة يعني. صناعة المقطورة انا عرفت ان حضرتك صاحب مقطورة. هي لا اسم غير مقطورة ولا هي اسمها كده؟ لا هي اسمها مقطورة. مقطورة. طيب يا سيادتك مشكلتها ايه المقطورة اللي انت؟ المقطورة دي كانت براما، كانت اسمها براما، بنشدها من اول وجديد. بنصبها من اول وجديد. ايوه. يعني هي كان بدأت فيها البروم. ايوه. بنظبطها يعني عشان تشتغل. عشان تطلع تشتغل وكده. الفرش بتاعها. لو تبص من تحت هتلاقي في البرومة تحت. يعني سيادتك الفرش ده بالشال. والجوانب ده بتشال وبركب. يعني سيادتك الوش ده هيتشال كله؟ ده بالشال. وبتفرش مكانه صح جديد. يعني انت بتحدثها؟ بجددها. طب مش ممكن يتحط عليها؟ يتحط عليها ازاي بقى؟ صاج يعني؟ لا هو بالشال وبتنضف عشان يبقى اقوى. امال هتحطه بوقت يا سلام على بايظ مش ينفع. تمام ده ممكن ينقل البرومه له. ينقل البرومه له يجوه. يعني انت عندك المقطوره فيها البرومه، فالراجل هنا بقوم جاي شايل الاجزاء اللي فيها برومه وبركب جديد. وهيشيل دي كمان، دي اسمها لا دول هيفضلوا اسمه هو، هيشيل الكمر ده. الكمر ده كمان هيتغير، هتعمل بقى شغل على نص شغل حلو عشان المقطوره تطلع تشتغل. تمام. بالظبط. يعني هو هيشيل الكمر وهيشيل الصاج. ايوه. ودمه ويشيل لا الصدر سليم اهو. هو عايز بس يتظبط. هو الصدر سليم يتنضف. هو عايز يتنضف. ياخد شويه بويه حلوين. يرجع سليم، لكن الصدر حلو. يعني عايز يتنضف. هيجي لها طقم سوسه برضه كعشره الظبط. يعني هي عايزه هتتجلد كلها. وهو عنده التجهيزات دي والسوسه وكل حاجه. هو بيجيب كل حاجه من بره، هو اللي بيشتغل. بيجيب الصاج والحديد دلوقتي من التنات من جوه من السندبلان. ايوه. تمام. ربنا يعزك ويبارك فيك. المقطوره اللي هناك دي بتاعت خالي لسه معموله جديد. اللهم صل على النبي. اللي هي بقى تعالى قول يعني سيادتك انت وريتنا المقطوره اللي فيها مشاكل دي برضو بتاعت حضرتك. بسم الله بتاعت خال حضرتك. دي بتاعت خالي. بس بسم الله ما شاء الله حاجه روعه. جديده. هو مكلف. لا والخامات. أيوة. نفسها. لا هو بيعمل احسن حاجه. الخامه نفسها، الخامه أيوة نظيفه. ايوه هو بيعمل احسن حاجه. ايوه.
هنا برضو ما شاء الله، هنا برضو صناعات كله تمام. صناعات شوف زي ما انت شايف حضرتك، لا الخامه نظيفه، الخامه اللهم صل على النبي. ده هو بيحيي يعني المقطوره ان كان فيها مشاكل بيحييها. لا هي دي مش فيها مشاكل، هي لسه جديده، لسه بتشتغل يعني. دي لسه زيرو، لسه ما دي تصنيع جديد. اه ده تصنيع جديد. اه دي تصنيع زيرو جديد. تصنيع جديد. اه اللهم صل على النبي. بص بقى اللي شغال هناك والله يبارك. خش بقى الزودات هنزلوا فين بقى؟